السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في قناة مهندس ورشة. معكم أحمد حسن. لو لسه أول مرة تتابعنا، انسى اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان تشوف فيديوهاتنا أول ما تنزل، وما تنساش تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت. حلقة النهاردة طبعا حلقة مهمة جدا لكل المهتمين بمجال صيانة كنترول السيارة. الحلقة دي والحلقة الجمعة الجاية حلقة مخصصة لمتابعين القناة والناس اللي عايزة تستفاد بمجال صيانة كنترول السيارة. هتقدر تفهم خلال الحلقتين دول معظم الكنترولات بتتكون من ايه، واماكن الايسيهات زي الكويلات والانجكتور والسكيورتي كود اللي هو الابرم، اماكنهم فين جوه كل كنترول، والاعطال في كل كنترول، وازاي نقدر نصلحها. في بداية الحلقة عايز أفكرك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده تحديدا علشان الناس تستفاد أكبر استفادة. وهتلاقي في الديسكريبشن تحت الفيديو دورة صيانة كنترول السيارة كاملة مجانا اللي احنا كنا نزلناها على القناة عندنا من فترة، وهتلاقي لينكات دورة برنامج الـ VCDS عملاق السيارات الألماني. وانتظرونا في دورة مجانية بنجهزها حاليا لبرنامج الوينولز اللي كلنا اتسألنا عنه واللي كلنا محتاجينه. تابعوا الحلقة، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. هنبتدي دلوقتي بشرح كنترولات الكيتوكو اللي هي الخاصة بالسيارات الكوري اللي كتير مننا جدا بيقابلها في مجال صيانة السيارات أو صيانة كنترول السيارة. الكنترول ده موجود في الكيا سيراتو والهيونداي افانتي والانترا والفيرنا والاكسنت والبرايد والسول والكيا ريو، تقريبا موجود في العربيات الكيا والهيونداي لغاية موديل 2011 اللي هي ما قبل السيمنز والماكينة الجي دي اي. نبدأ دلوقتي كنترول الجيفوكو. بيكون بيتقفل حواليه 6 مسمار او 4 مسمار. بيكون الستة مسمار في الكنترولات الاوتوماتيك والاربعة مسمار في الكنترولات المانوال. الستة مسمار لان بيكون غالبا عندي فيشتين، لكن في الاربعة مسمار المانوال بيكون غالبا فيشة واحدة للمحرك. عندنا نوعين من الكنترولات الكيفيكو اللي هو كنترول خارج منه اربع مباين او اربع كويلات، واحيانا بيكون اتنين كويل. ده شكل الاربعة كويل او الاربعة مبينة، وهننزل تحت دلوقتي نشوف شكل الموبنتين او الشكل ده او زي اللي موجود في الهيونداي فيرنا. طيب هل دلوقتي عندي اقدر احول ما بين كنترول موجود له اربعة مبينة لاتنين مبينة او العكس زي اللي كنترول الهيونداي فيرنا؟ هو يعني كنترول الهيونداي فيرنا هو كنترول الافانتي او الالنترا اكس دي اللي هي 2005 و2006، بس في الالنترا بيكون المحرك عليه اربعة مبينة الشكل ده، لكن في الفيرنا بيكون المحرك عليه اثنين مبينة. هل ممكن بالنسبة لي ان انا لو عندي الكنترول الاربعة مبينة اخليه اثنين، ولو انا عندي الاثنين مبينة اخليه اربعة مبينة؟ طبعا ممكن. ازاي؟ اول حاجة عشان اقدر احول كنترول من اربع كويلات لاتنين او العكس، لو عند التبديل من اتنين كويل لاربعة بركب في الكنترول في المكانين هلاقيهم عندي مخصصين للكويلين بس مش موجودين، بركب اتنين كويلتين اتنين ترانزستور اللي هو الشكل ده اللي خاص بالمبينة، وبالتالي بركب بغير سوفت وير الكنترول وبنزل سوفت وير تاني عن طريق مبرمجة الكي تاج. طبعا مبرمجة الكي تاج كنا شارحينها في دورة صيانة كنترول السيارة، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، او الاكس بروك او اي مبرمجة بتقوم بنفس الدور. طيب لو انا عندي الكنترول بتاع الالنترا وعايز اركبه على فيرنا، بربط المباين بالشكل ده واحد واربعة واثنين وثلاثة زي ما احنا شايفين في الصورة دي، فبالتالي عندي خلاص بيكون الكنترول بقى بيدي الامر للاتنين كويل بس بدل اربعة كويل. بيقول لي هنا في كنترول الكيفكو عند تحرير السوفت وير اللي هو ان انا لما بنزل سوفت وير معمول له ايموبلايزر اوف اللي هو نظام الايمو، الملف ده بحطه عن طريق البياسيني والكيتاج والاكس بروب والاف جي تك
عن طريق اي مبرمجه منهم او اي مبرمجه بتقوم بالنظام ده. طبعا الكنترولات اللي احنا قلناها كلها فوق هي بتكون نفس نظام المحرك، لكن الفتيس اللي بيختلف، الجير بوكس اللي بيختلف. يعني اي كنترول من دول المحرك بيكون نفس النظام، باستثناء حاجات بسيطه زي الكويلات زي ما احنا شفنا كده. طيب عندي لو انا ما عنديش مبرمجه وجيت اغير كنترول ومحتاج انقل شفره الايموبلايزر وما عنديش مبرمجه ان انا اعمل ايموبلايزر اوف، باجي هنا بنقل الابرم اللي بيبقى في ظهر الكنترول وغالبا بيكون رقمه 95160 من الكنترول القديم للكنترول الجديد، ده اللي بيكون عليه شفره الايموبلايزر. ففي حاله زي دي هاجي ادور العربيه هتدور معايا عادي بدون اي مشاكل. تعالوا يلا نشوف شكل الكنترول. ده شكل الكنترول الكيفكو. الكيفكو موجود منه في يعني كنترول ليه فتيسه عادي وكنترول بتاع فتيس اوتوماتيك. وزي ما انا قلت لكم العربيات اللي هي الالنترا الافانتي السيراتو الاكسنت الريو السول والفيرنا والبرايت من 2006 الى 2011 اللي هو قبل الفيرجن الجديد. اول حاجه عندي خطوط التغذيه. عندي في حاله الفتيس العادي بيكون ال 12 فولت اللي هي ال 12 فولت اللي رايحين بيكون البنه رقم 82 و86 والبنه 2 بتكون ارضي او بارد. وطبعا جسم الكنترول او هيكل العقل او جسم الكنترول عندي ده بيكون طبعا ارضي برضو. طيب في الفتيس الاوتوماتيك بيكون عندي فيشه كبيره وفيشه صغيره. في الفيشه الكبيره 6 بتكون 12 فولت و2 بتكون ارضي. في الفيشه الصغيره 11 بتكون 12 فولت هي و56. تعالوا نشوف شكل الايسيهات بحيث ان انا لو عندي عطل في الكنترول مثلا مش واصل كهرباء للكنترول او الكنترول ما بيدورش هلاقي عندي مشكله ممكن تكون في الباور سبلاي الاي سي اللي انا شايفه قدامي دلوقتي. تاني حاجه الترانزستور اللي خاص بالكويلات او المبينه، لو انا عندي عطل في مبينه معينه ببتدي اتجه للترانزستور اللي قدامي ده. تالت حاجة وهو النوزل اللي هي الرشاشات أو الإنجكتورز أو النوزلز بتكون في الدرايفر ده. ده شكله بحيث إن أنا لو عندي عطل في رشاش قاطع من الكنترول اتأكدت إن هو في الكنترول بشيل الدرايفر ده وأحط درايفر تاني. عندي الإبروم الخاص بالسكيورتي اللي أنا بنقله من ظهر الكنترول القديم للكنترول الجديد في حالة ما عنديش مبرمجة أنقل منها أو السوفت وير أو أعمل بها إم أوف. هنيجي دلوقتي للكنترول السيمنز وهو ده نسخة مطورة من الكيفكو أو اللي هو الكيا والهيونداي ما بعد الكيفكو. عندي في البداية خطوط التغذية الستة 12 فولت هو واتنين والأرضي تلاتة واحد والأرضي تلاتة وواحد وخمسة. عندي خطوط الكام باص اللي هي 77 و78. تعالوا نشوف شكل برضه نفس في الكيفكو اللي هي الرشاشات او الانجكتورز بيكون في الاي سي ده اللي احنا بنقول عليه درايفر. اي سيات الكويلز زي ما احنا قلنا بتكون ترانزستور ثلاثه طرف وطبعا شرحناه في حلقات دوره صيانه كنترول السياره وهسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن في وصف الفيديو. هاجي دلوقتي برضو لاي سي الباور سبلاي بنكون احنا مع التكرار بناخد بالنا من الارقام اللي عليه وبنحفظها. عندي الاي سيات الجير الاوتوماتيك بيكونوا 6 اي سي برضو بيكونوا 6 ترانزستور فوق بعض كده بيكونوا في الجنب. طبعا الكنترول السيمنز اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي موجود برضو في المحركات الجي دي اي، بس هشرح كنترول الجي دي اي وكنترول الميتسوبيشي وكنترول النيسان في الحلقات اللي جايه. طبعا عندي بيكون اي سي في فلاش بيخزن بيانات الفتيس اللي هو الجير بوكس الاوتوماتيك. عندي السكيورتي كود بيكون متخزن على الفلاش مش ابروم زي الكيفكو، فبالتالي عشان انقل السوفت وير يا اما بشيل البروسيسور نفسه وانقله يا اما لازم عن طريق مبرمجه زي الكي تاج البياسيني اي مبرمجه عندي بيقول لي انت تخزن جميع بيانات المحرك زي الفيول بامب والسبارك بلاج والسكيورتي بتكون داخل السوفت وير او الفلاش اللي موجود في الكنترول القديم، فبالتالي عشان انقل ده لازم ان انا بشيل ده وبحطه في الكنترول الجديد او عن طريق اي مبرمجه.
استنوا الحلقة الجاية هيكون فيها شرح كنترول الميتسوبيشي وكنترول النيسان وكنترول المحركات الجي دي اي، وهشرح لكم كنترولات المحركات جروب اللي هي فولكس وسكودا وسيات واودي في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. مستني رأيكم في التعليقات تحت، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يدعمنا ونقدر نقدم لكم محتوى افضل في القادم ان شاء الله.